هل بات مصير اليمن مرهونا بمزاج مراهقي السياسة والدول الطارئة؟ ما أسباب اندفاع بعض الجهات للنيل من وحدة اليمن وسلامة أراضيه وتغذية الانقسامات داخل البلد؟ أهلا بكم. اليمن هذا البلد العظيم الذي يمتد عمره لآلاف السنوات، والشعب الذي تتجسر حضارته في الخليج والجزيرة العربية، كيف أصبح اليوم هدفا للمزاج السياسي الخليجي؟ تصريحات تكشف حقيقة التدخل ونوايا الأخوة الأعداء بتقسيم اليمن وسلبه قراره وسيادته على الأرض. المؤسف أن الشرعية لا تحرك ساكنا تجاه أسوأ الظروف التي تعصف بالبلد، خصوصا فيما يتعلق بمحاولات تفتيت الدولة، فرغم كل المؤشرات من سلوك أبو ظبي وأذرعها على الأرض وما تصرخ به التقارير والشهادات الدولية والمحلية من انتهاكات السيادة اليمنية، نجد أن الشرعية مستلبة القرار لا تحرك ساكنا وقد لا تفعل شيئا إلا بعد أن تقع الفأس بالرأس. يوما بعد آخر يتكشف الدور الإمارات في اليمن، ما لم يقله الخطاب الرسمي تقوله حاشية الإمارات السياسية. تغريدة للمستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على تويتر: لن يكون هنالك يمن واحد موحد بعد اليوم. وهي تأتي امتداداً لنهج كرسته الإمارات منذ تدخلها في حرب اليمن تحت لافتة التحالف العربي لدعم الشرعية. غير أن الإمارات كان لها سياستها واستراتيجيتها الواضحة منذ البداية، إذ سرعان ما أوجدت سلطة موازية مدعومة بقوات خاضعة لها تمكنت خلالها من تحييد معظم المناطق المحررة وعزلها عن قرار الشرعية. اليوم تبدو الحرب دون نهاية أو سلام يلوح في الأفق. يحارب اليمنيون على أكثر من جهة، خصوصا بعد أن سعت الإمارات لصناعة الفوضى وخوض حرب ضد الشرعية في اليمن وتفريخ الميليشيات. لدى كثير من اليمنيين تحول الصراع من انتزاع الدولة المنهوبة من قبل ميليشيا الحوثي إلى الدفاع أمام عدو جديد بات يسعى بكل ثقله للسيطرة على المنافذ الحيوية والجزر وعلى رأسها جزيرة سقطرى. ردود فعل غاضبة تجاه تصريح الإمارات في أوساط اليمنيين، لكن التصريح بحسب متابعين كشف بجلاء لليمنيين بأن الإمارات دولة مارقة وشر محض وأن نواياها سيئة تجاه اليمن. موجة الانتقادات حملت تساؤلات: كيف لدولة وليدة أن تسعى لتمزيق بلاد كاليمن الضاربة جذورها في عمق التاريخ؟ الشرعية والقيادة السياسية هي الأخرى لم تسلم من ردود الفعل الغاضبة جراء صمتها تجاه التجاوزات الإماراتية بحق مصير سيادة بلد وشعب كاليمن. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي فيها وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزعزي من تعز. أهلا بك سيد عبد الهادي العزعزي. إذن عندما يتحدث مستشار محمد بن زايد سابقا عبد الخالق عبد الله عن ويفتح النار على السيادة اليمنية ويقول إنما تبقى أنه لن تبقى اليمن واحدة موحدة، في أي سياق تضع أنت وتقرأ هذه التغريدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن هذه مسألة كبرى تتعلق ببلد، هذا البلد ذا سيادة، عضوا في الأمم المتحدة، في جامعة الدول العربية، في منظمة المؤتمر الإسلامي، بلدا له كيان سياسي تشكل في عام 1990 من اتحادا بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت تسيطر على الجنوب والجمهورية العربية اليمنية مكونة الجمهورية اليمنية، وهو نظاما سياسيا محددا. هذه المسائل لا أخذها أنا على محمل الجد الكبير، هذا الرجل أيضا ليس ذا مصدر سياسي ولا متحدث باسم الحكومة، هو مستشار، وهنا الكتابة على صفحته الشخصية، وكل إنسان منا له آراء شخصية، هذا رأيه الشخصي وليس رأيه الرسمي أو الجهة التي يعمل معها أو يعبر عنها، هذا من جانب. وأعتقد أن هذا الموضوع أخذ أبعادا كثيرة، المجتمع اليمني مجتمعا متحسس خصوصا فيما يخص
سيادة البلد وأيضا ما يخص مسألة سلامة أراضيه. كل قرارات الأمم المتحدة التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي منذ القرار الذي وضع الجمهورية اليمنية في عام 2011 وما تلاه تحت السيادة أو تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هنا السيادة أصبحت منتقصة لهذا البلد كون مواضيعه جمة تناقش ضمن مجلس الأمن، فلم تبقى هناك سيادة محددة حتى يتم إخراج البلد من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لكن قرارات الأمم المجلس الأمن كانت واضحة في هذا الصدد. هذه القرارات كانت دائماً ما تتحدث في ديباجة القرارات وهي المقدمة الرسمية لكل القرارات عن الحفاظ على النظام السياسي اليمني من جانب، والجانب الأهم من الحفاظ على النظام السياسي اليمني هي وحدة هذا البلد وسلامة أراضيه. لكن في المقابل يعني أليست هناك سيد عبد الهادي؟ أليست هناك مظاهر لانتهاك السيادة بداخل اليمن تقوم بها الإمارات في نهاية المطاف، ولا يعني ليست عنا ببعيدة رسالة رئيس الوزراء سابقا التي تتحدث بشكل واضح عن انتهاك السيادة، ليست عنا ببعيد الممارسات على الأرض التي تنتهك السيادة التي تحدث عنها أكثر من وزير بالحكومة اليمنية أيضا. مع الأسف الشديد هنالك حوادث تكررت، لكن لم يكن هنالك مصدرا رسميا إماراتيا قد أدلى بتصريح. احتجت الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة تقريبا مرتين بهذا الخصوص، وبالتالي هنا نقول أن الحكومة كانت طرفا. كانت التصريحات مع الأسف الشديد شخصية من أغلب الوزراء، لم يكن هنالك تصريح رسمي سوى ما كان أدلى به رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد من دغر أثناء تواجده، ما قبل عزله في تلك الفترة في جزيرة سقطرى، وما أدلى به مستشار رئيس الجمهورية الأستاذ عبد العزيز جباري، وما أدلى به الجبواني الأخ السيد وزير النقل أدلى بتصريح، وكذا بعض الأطراف في الحكومة كمستشارين أو بعض الوكلاء. لكن هذه المسألة لا يمكن البت فيها دون العودة إلى الأساس، العودة في هذه الحالة إلى الأساس، إلى المبادرة الخليجية ثم إلى منظمة الأمم المتحدة، هي التي حددت وضع هذا البلد. نحن داخل رحى حرب، داخل رحى حرب، في هذه الحرب تنتهك السيادة، ونحن في عصر تعددت مفاهيم السيادة عن العصر التقليدي أو القوى التقليدية. هنا السيادة ترتبط بالقرار وطبيعة هذا القرار وآلية اتخاذ هذا القرار بدرجة أساسية. لا يوجد استقلال كامل، نحن داخل حرب، هذه الحرب جعلت البلد مستباحة بشكل عام في فترة في لكن بين عشية. سيد العزعزي، كل قرارات بدون جيش بدون دولة كل قرارات مجلس الأمن، سيد العزعزي، كل قرارات مجلس الأمن تؤكد في ديباجتها على ثلاثة أو أربعة أمور: وحدة اليمن وأمنه وسيادته وسلامة أراضيه. هذه قرارات مجلس الأمن. هذه القرارات هي ما يستند عليها، لأنها القرارات الأساس التي وضعت هذا البلد بموجبها تحت البند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أدى إلى تعيين ممثل للأمين العام، هو ربما جزء من النمط القديم الذي كان سائدا في عصبة الأمم ثم في الأمم المتحدة بعد تشكيلها، إلى أن أقرت الأمم المتحدة في نهاية الستينات إنهاء أشكال الاستعمار القديم. وإلا بالمقابلة فإن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة هو أشبه بالمندوب السامي لا أقل. سيد العزعزي، هذه نقطة يجب توضيحها. هناك وصاية، هناك مجلس وصاية لدى مجلس الأمن، لديه القدرة على تسيير الأمور وإدارة البلدان وفقا لتفويض مجلس الأمن، لكن اليمن ليست فيه، ليست تحت إطار مجلس الوصاية التابع لمجلس الأمن. وهذه القرارات تخرج تحت سيادة الجمهورية اليمنية في نهاية المطاف، إذن المسألة مرتبطة بها في نهاية المطاف، يجب توضيح ذلك.
مجلس الوصايا وضعا مختلفا لبلد كان غير مستقلا وكان تحت حالة الاستعمار، وهي حالة من إعادة التأهيل لبعض البلدان التي لا تستطيع أن تحكم نفسها بدرجة أساسية أو لديها اختلالات عميقة جدا. البلد فيه انقلاب عسكري، وطريقة التعامل مع الانقلابات العسكرية فيه انقلابا عسكري مبررا بثورة شكلانية اتخذتها جماعة دينية تقليدية هي جماعة الحوثيين، وبالتالي طلب هذا البلد التدخل من جيرانه. هذا التدخل محدد في ميثاق الأمم المتحدة، له سوابق أيضا موجود في ميثاق جامعة الدول العربية في الاتفاقيات الثنائية. من حق البلدان كما هو في المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة التدخل إذا كانت الأحداث على حدودها أو أنها تخشى على استقرارها واستقرار بلدانها، وهذا ما أدى إلى تشكيل التحالف العربي ضمن ما يعرف بمنظومة جامعة الدول العربية ومنظومة المؤتمر الإسلامي. يعني وكأنك تشير إلى أن المسؤولية مسؤولية التحالف، لكن الإشكال هناك مسؤولية يعني مسؤولية دبلوماسية ومسؤولية ضمن التحالف، وهناك أيضا اتفاقيات تدخل وفقا لها التحالف، وهذا التدخل جاء بطلب من رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. إذا هناك مسؤولية على الشرعية في هذه النقطة تحديدا. أرحب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد العزعزي، وأرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام. سيد مختار الرحبي، وفقا يعني بوضع الاعتبار لما تحدثت وحديثي مع السيد عبد الهادي العزعزي، كيف تقرأ تصريحات المستشار محمد بن زايد عبد الله عبد الخالق وما اعتبر بشكل واسع لدى الناشطين تدخلا سافرا في السيادة اليمنية؟ اولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيوفك الكرام جميعا. اهلا بك. ما تحدث به مستشار محمد بن زايد عبد الله عبد الخالق هو الموقف الحقيقي للدولة الإماراتية تجاه اليمن. هذا الموقف انا اعتقد، انا من وجهة نظري، انه ليس جديد على الإمارات. الإمارات منذ وقت مبكر، منذ ان اختلفت مع الشرعية على بعض الأجندة وعلى عدم منحها بعض المطالب التي طلبتها او الأجندة التي جاءت اليمن من اجلها، وهي كانت تريد بعض الجزر الاستراتيجية كسقطرى وميون و كذلك ميناء عدن ومضيق باب المندب. هذه كلها طبعا كانت هي البداية الحقيقية لتغيير موقف دولة الإمارات التي جاءت تحت غطاء دعم الشرعية وإعادة الدولة. تحولت هذه الأجندة إلى أجندة أخرى ودعم كيانات متمردة على الدولة، وهو ما عرف بالمجلس الانتقالي والميليشيات التابعة لها. بالتالي هذا الموقف هو موقف بالفعل موقف مستفز، موقف تدخل يعتبر تدخل لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول به، لا من قريب ولا من بعيد، لا من حليف ولا من شريك، ولا من قريب ولا من بعيد أن يتم التدخل ويتم فرض إرادتهم على إرادة الشعب اليمني. هذه قضية داخلية يقررها اليمنيين، وليس التحالف وليست الإمارات وليس أحد خارج اليمن. هناك في اليمن حوار وطني دخل به الجميع، وتم الاتفاق على أن يكون هناك شكل جديد للوحدة اليمنية، وهي دولة اتحادية من عدة أقاليم اتفق عليها اليمنيين. بالتالي الصحوة أو الردود الكبيرة التي لاحقت الدكتور أو المستشار محمد بن زايد هي الرد الحقيقي على هذه الاستفزازات وعلى هذه الأجندة. بالتالي نقول أن الإمارات اليوم تريد بالفعل أن تفرض أمرا واقعا على الشرعية وعلى الشعب اليمني في تجزئة اليمن. ودعني أنا أتحدث بنقطة مهمة أو بمعلومة، بالأصح ليست نقطة ولكن معلومة مؤكدة تحدث إلي ضابط أمني يمني كبير، أنه في معركة تحرير مدينة عدن كانت هناك غرفة عمليات في مدينة عدن، وكان الضباط الإماراتيين أو المسؤولين على غرفة العمليات يقومون بضرب أو بقصف المتمردين الميليشيات الإنقلابية، ولكن كانوا يطلبون طلبا غريبا، وهو أنهم كانوا يطلبون من الضباط اليمنيين الذين كانوا في معارك التحرير كانوا يطلبون الحدود الشطرية، فكانوا يقول لهم إلى أين هي الحدود الشطرية، ويقومون بالقصف إلى هذه الحدود فقط، ما بعد هذه الحدود الشطرية لا يقومون بالقصف ولا يقومون بدعم القوات المقاومة في هذه المناطق. ولنا في مدينة تعز دليل كبير على عدم دعمها بجدية لإنقاذها. بالتالي مشروع الإمارات هو مشروع تقزيم، مشروع للأسف الشديد أنه مشروع تدمير لليمن،
مع أنه كنا ننتظر من دولة الإمارات أن تقوم بنقل تجربتها كدولة اتحادية مكونة من 7 إمارات اجتمعت تحت راية دولة واحدة، كنا ننتظر أن يتم نقل تجربتهم في الدولة الاتحادية لليمن، وليس أن يبدأوا بتمزيق اليمن وتشتيت اليمن ومحاولة إعادة الحدود الشطرية وإعادة تقسيم اليمن. وهذه اليمن هي التي كانت هي البذرة الوحيدة أو الشيء الجيد في تاريخ اليمن واليمنيين حينما اتحدوا وصنعوا حلما يمنيا بأن تتوحد اليمن أرضا وإنسانا، وهي كانت بداية لأن تتوحد الشعوب العربية والدول العربية. ولكن للأسف الشديد تأتي دولة الإمارات اليوم لتحاول شق الصف وتحاول النيل من الدولة ومن الحكومة والنيل أيضا من تطلعات الشعب اليمني واختياراته. يعني أفهم من كلامك أن هذا الموقف يبدو منسجما مع سياسة الإمارات يعني منذ فترة طويلة، لكن السؤال أين موقف الشرعية والنخب السياسية في كشف هذه المخططات، هذه المواقف التي تستهدف وحدة اليمن في أساسها، والمواقف التي تحافظ، يعني موقف الشرعية الذي يجب بها أن تحافظ على البلد من التشظي؟ أخي العزيز، أنا أعتقد أن الموقف أصبح موقف متقدم، خصوصا ما تقوم به دولة الإمارات. لم يعد اليوم خافيا على أحد، سواء النخبة السياسية أو القيادات في الدولة، الجميع اليوم أصبح يتحدث بشكل مفتوح وبشكل واضح أن هناك أجندة، وأن الإمارات تدعم متمردين وتدعم ميليشيات في عدن، في شبوة، في حضرموت، في سقطرة، في كثير من المناطق. اليوم لم يعد فقط بعض المسؤولين الذين يتحدثون في وسائل الإعلام، اليوم أصبح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يتحدث، اليوم مستشار رئيس الوزراء، مستشار رئيس الجمهورية، نائب رئيس البرلمان يتحدث، اليوم أمين العاصمة أصبح يتحدث، اليوم كثير من الوزراء، كثير من الوكلاء، كثير من المسؤولين أصبحوا يتحدثوا بكل صراحة وأصبحوا ينتقدوا، وأصبح هو هذا هو الموقف الحقيقي للشرعية، ولو أنه لم يعلن بشكل رسمي لبعض الحسابات التي يعرفها الجميع، لكن أنا أؤكد لك أن هذا هو الموقف الحقيقي. ولو كان هناك موقف آخر للدولة لا كان هناك موقف من كل من يتحدث وكل من يفضح وكل من يتحدث عن دور الإمارات التخريبي في اليمن. يعني كان الرئيس هادي قد احتدت علاقته مع الإمارات قبل حوالي العامين تقريبا، لكن الآن لم تعد لديه كما يبدو مواقف واضحة ضد مشروعهم التفتيتي إن صح التعبير كما يصفه كثيرون. هل حدثت تفاهمات ما بين هادي وأبو ظبي فيما يتعلق بسيادة البلد؟ أنا أؤكد لك أن رئيس الجمهورية هو الذي يقف موقف واضح وموقف وطني مما تقوم به دولة الإمارات، ليس من اليوم فقط، ولكنه منذ الوهلة الأولى لطلب الإمارات أن يتم تسليمها جزيرة سقطرة، وقف فخامة رئيس الجمهورية موقف مشرف يشرف كل اليمنيين، ورفض بأن يتم منحهم جزيرة سقطرة لمدة 99 سنة، رفض منحهم جزيرة ميون لتكون قاعدة عسكرية، رفض كل ابتزازهم، رفض كل ما تقوم به في المناطق المحررة من إنشاء الميليشيات، حتى أنه حينما تم إرسال رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص السجون السرية التابعة للإمارات، تم الحديث عن أن هذه الميليشيات لا تتبع الدولة ولا تتبعنا ولا نتحمل أي مسؤولية أو انتهاك تقوم بها. بالتالي فخامة رئيس الجمهورية موقفه واضح وموقفه ما يزال حتى هذه اللحظة علاقته مع دولة الإمارات متوترة، وما يزال حتى هذه اللحظة يرفض أن يقوم ببيع اليمن لهم أو بيع جزء من اليمن لهم. ونؤكد دائما وأبدا أن كل هذه المواقف الوطنية لكل القيادات هي مواقف مشرفة للدولة وللشرعية، وأيضا على رأسهم فخامة رئيس الجمهورية الذي وقف موقف واضح وموقف مشرف مما تحاول الإمارات تنفيذه من مشاريع في اليمن. مستشار وزارة الإعلام سيد مختار، رحب يكون معنا على الهاتف، شكرا لك على تواجدك معنا. بالعودة إليك سيد عبد الهادي العزعزي، إذن برأيك يعني فيما يتعلق بالمواقف العليا، يعني هل تتفق مع السيد مختار الرحبي أن الشرعية الرئيس هادي تحديدا تصريحاتهم واضحة ومواقفهم واضحة فيما يتعلق بما يعتبره التيار العام، الجمهور العام، الرأي العام مساسا بسيادة البلد وأمن ووحدته؟
سيدي هذه المسألة لا يمكن أن نحملها رئيس الجمهورية منفردا. نحن بلدا جمهوري، أي نحن نظاما سياسيا جمهوريا له ثلاث سلطات محددة بالدستور. المسألة ليست مطلقة بيد الأخ رئيس الجمهورية، صلاحياته محددة، هو ليس ملكا للبلاد. هنالك برلمان في البلد، وهنالك نظاما سياسيا متواجدا، هناك نادي سياسي للقوى السياسية اليمنية، هي الأحزاب السياسية الداعمة للشرعية. رئيس الجمهورية بحسب الوثيقة رئيسا توافقيا، وهو في هذه الحالة ليس صامتا كما نعتقد. هو استدعى الإخوة في المملكة العربية السعودية، الإخوة في المملكة شكلوا تحالفا، هذا التحالف إن تجاوز في بعض الأجزاء منه ربما هذه الاتفاقات، لأنه لم يكن هنالك خطا واضحا لا من الجمهورية اليمنية. كانت المسألة تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2216، هذا التنفيذ لقرار مجلس الأمن انصب بدرجة أساسية على إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. التحالف العربي تحالفا داعما للشرعية وليس خالقا للشرعية، وهناك فرق هذا من حيث الألفاظ والاصطلاحات. هذه المسألة ندركها نحن جميعا، وندرك أننا تحت الفصل السابع، بالتالي علينا أن لا نغير المسألة بأكملها إلى اتجاه محدد. هنالك تجاوزات سكتت عنها الحكومة اليمنية في البداية، تشكيل مجامع خارج سيطرة الجيش والداخلية، ومع الأسف الشديد بدأ تشكيل هذه المجاميع من قبل الإخوة في رئاسة الجمهورية. كنا في ظرف حرج، كانت عدن تقصف، البلاد كانت تجرف لصالح الانقلاب، يومها كان هناك ظرفا اضطراريا، هذا الظرف الاضطراري أدى إلى تشكيل وحدات مقاومة في كل المحافظات. لا زلنا نعاني من بعض الرموز المقاومة مع الأسف الشديد في أغلب المحافظات، يرون أنفسهم أصحاب استحقاق أكبر من المحافظين الذين يعتبروا رؤساء السلطة المحلية، وأكبر من قادة المحاور، وأكبر أيضا من قادة المناطق العسكرية، وحتى من وزارة الدفاع. البعض يرى نفسه صاحب الاستحقاق، وهذا نوع أنت من الخلق، حالة من عدم التمايز. وقد أشرت إلى البرلمان، يعني البرلمان في نهاية المطاف ألم يكن، يعني مسألة البرلمان وانعقاد البرلمان في عدن ألا تكون شاهدة، يعني هذه المسألة أليست شاهدا على انتهاك سيادة البلاد؟ ألم يكن البركاني في رئيس البرلمان؟ ألم يكن في أبو ظبي؟ وكانت هناك محاولات لما يمكن أن يقال أنه استجداء للإمارات لعقد البرلمان في عدن ولم تفلح؟ لا أعتقد أن المسألة فقط في مكان انعقاد البرلمان. عدن عاصمة مؤقتة، لكن ليست في مأمن كامل، لا عن طائرات الحوثيين المسيرة ولا عن صواريخهم مثلا من هذه الناحية، ولا أيضا عن الأوضاع الداخلية غير الواضحة والعائمة والتي لم تحسب من قبل الشرعية. أي أن القيادات العسكرية والأمنية التي تسلمت مناصب وهي الآن في المجلس الانتقالي لم تعينها الإمارات، عينها رئيس الجمهورية. القرارات التي صدرت بتعيين هؤلاء قبل أن يتم عزلهم، سواء من كانوا في حضرموت أو في شبوة أو أيضا في عدن أو في المحافظات الأخرى، هؤلاء معينين من قبل الأخ رئيس الجمهورية. وبالتالي هنا الحديث عن السيادة، علينا أن نحدد بدقة ما معنى السيادة وانتهاكها. هنالك نوعا من تشكيلات عسكرية جرى الاتفاق في بداية تشكيلها اليوم، هنالك مساع كما أعلن نائب رئيس هيئة الأركان أنه يتم دمج القوات العسكرية بوزارة الدفاع، بالذات ما يسمى بألوية الساحل الغربي أو ألوية العمالقة أو غيرها من الألوية أو قوات النخبة أو غيرها. كانت هنالك اتفاقات أبرمت مع وزير الداخلية بأن تتبع الأحزمة الأمنية وزير الداخلية، أي أن هنالك إنجازات محددة. هذه ربما الإرباكات كانت بسبب أن الحكومة اليمنية يوم أن طلبت التدخل لم تكن لديها خطة واضحة. يعني هل الآن تريد سيد العزعزي، هل الآن الإمارات باتت بريئة من كل ما يحدث في اليمن؟ هذا الذي يفهم من كلامك. لأنه يا سيدي أنا أقول هذه بريئة، أنا لست قضاء، هذا أولا، وبمقدار ما لدي من معلومات.
هذه المسائل أيضا نحن لازلنا تحت رقابة فريق دولي مشكل بموجب القرار الدولي 1140، وهذا الفريق هو فريق تقصي حقائق. هذا الفريق شكله مجلس الأمن، وهذا الفريق يرفع تقريرين سنويين إلى مجلس الأمن. هنالك ملف مفتوح داخل مجلس الأمن. الإخوة في التحالف العربي كانوا منفذين للقرار، أي أن شرعية تواجدهم أتت من القرار أساسا، من القرار 2216، وبالتالي هو المرجعية الحاكمة في ضبط العلاقة بين كل من الجمهورية اليمنية والإخوة في التحالف العربي. الإخوة في التحالف العربي قدموا، أي نعم قدموا الكثير في هذا الاتجاه. هناك اختلالات، هناك ضعف، هناك نوعا من عدم التنسيق، هنالك أيضا بعض المطامع لهذه الدول، وهذا من حقها. هذه الدول ترى أن هناك خطا دوليا ساخنا سوف يمر عبر ما يعرف بطريق الحرير، الذي يبدأ من الذي ينتهي من الصين إلى باكستان، ثم سوف يمر عبر أهم ممر للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر. الجمهورية اليمنية لديها 2000 كيلومتر سواحل، لديها جزر استراتيجية، لديها موقع كبير، هذا مغري للجميع. هنالك حالة من الصراع الدولي على مدخل البحر الأحمر الجنوبي، هنالك برامج متقاطعة، وسبق أن تقاطع العالم هنا أثناء ما عرف بالقراصنة الصوماليين قبل أكثر من عقد من الزمان، وتقاطر العالم ابتداء من أستراليا وحتى كندا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وأيضا روسيا والصين. هذه المنطقة منطقة صراع استراتيجي، هي مدخل القرن الأفريقي. هذه المنطقة هي أهم خط على خط التجارة، أهم طريق على خط التجارة الدولي بحكم ارتباطه بالسويس وطارق. هذه المسألة أيضا الإخوة في الإمارات وغيرهم كانوا يخشون الوضع المتوتر في مضيق هرمز. هنالك دولتان نوويتان على الضفة الشرقية من هذا من هذه المنطقة البحرية، وهو كل من الهند والباكستان. هنالك إيران والمجموعة العربية، المنطقة على صفيح ساخن فيما يخص هذا الاتجاه. هذه الأطماع للجميع، كان الإماراتيين متواجدون في جيبوتي، متواجدون في الصومال، متواجدون في إريتريا، كانوا يسعون إلى تكوين إمبراطورية بحرية أشبه بهولندا في بداية القرن 17 بشكل عام. هذه المسألة ربما البقية فهموا من ذلك أنهم يستطيعون أن يكونوا إمبراطوريات بحرية في عصر ما بعد الاستعمار، قد يكون، لكن لا نجزم حتى تكون لدينا بيانات صادرة من مؤسسة رسمية نستطيع أن يعني أنت برأيك سيد عبد العزيز بتقييمك على الأرض، بتقييمك على الأرض بتقييم الأرض يعني ومسألة تقييمي على الأرض مساحة تقييمي على الأرض. فقط أكمل السؤال سيد العزازي، يعني فيما يتعلق بتموضع يعني الجهات المسلحة أو الميليشيات المسلحة التي تعمل بالوكالة لصالح الدولة الإمارات، هذا ليس توصيفي، هذا توصيف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن. هل تموضع هذه القوات وتموضع القوات الإماراتية يأتي في إطار أهداف تدخل التحالف العربي في اليمن، الذي قيل عند انطلاقه في واشنطن على لسان عادل جبير سفير السعودية آنذاك أنها إعادة الشرعية إلى اليمن؟ لا زالت المسألة ضمن مسألة إعادة الشرعية إلى اليمن. إلى اليوم لم يتم إنتاج شرعية أخرى، وما هو موجود من الجماعات مع الأسف الشديد يجري المبالغة فيها، حتى هذه الجماعات سواء إخوتنا في المجلس الانتقالي أو في غيره لا زالوا يتحدثون عن الرئيس الشرعي عبد رب منصور هادي. هنا الاختلال الوحيد القائم أن هنالك علما أو راية ترفع، ليست راية الجمهورية اليمنية، وهذا انتقاصا، البلد يختزل دائما في الرايات، هذه مسألة متفق عليها. هنالك جماعات لا تتبع، كانت في البداية لا تتبع وزير الداخلية، ولا زالت قسما منها أيضا لا تتبع بعض الوحدات، كما يصرح بعض الإخوة العسكريين الذين لا يصرحون بشكل رسمي وصريح. تجري هذه التصريحات إما على حسابات البعض على تويتر أو على الفيسبوك أو على، لكنها لا تجري بشكل واضح على وسائل إعلام يتبعها موقفا محدد. الحكومة مكونة من مجموعة من التحالفات السياسية، أي أن هنالك نوعا من عدم الاتساق. مع الأسف الشديد أنا كمحلل ومتابع أحمل الإخوة في
السلطة الشرعية مسؤولية كاملة، أحمل الأحزاب السياسية مسؤولية كاملة، هذه مسؤوليتها. أحمل أيضا الجهات الرسمية ممثلة بالسلطة التشريعية والرئاسة ورئاسة الحكومة، هذه المسؤولية أيضا. هؤلاء يبررون ذلك أنهم محكومون بموقف محدد. هنالك مرجعية أساسية لوضعنا الحالي وهو مجلس الأمن الدولي وتقارير لجنة الخبراء، هذه التقارير تحسم فيها الرئاسة. سبق للأخ رئيس الجمهورية أن حدد أن التعامل مع الإخوة في التحالف العربي هي من مسؤولية رئيس الجمهورية ومن مسؤولية وزير الخارجية، ونحن في وضع وزير خارجية مستقل. إذن هنا هذه المسألة حصرت في جانبين، هي في رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، وبالتالي ما تصدر من تصريحات هنا وهناك هي آراء شخصية للبعض بناء على مواقف محددة على الأرض. هنالك نوعا من الاستنفار قد يكون لدى الإخوة، نوعا من الطرح قد تكون مسألة أن لم يعد اليمن موحدا، أي ذا سلطة مركزية واحدة، لكنه سوف يتجه إلى بلدا اتحاديا. هذه المسألة يقررها اليمنيين، يقررها طيب اليمنيين وحدهم، ولا أحد يقرر شكل النظام السياسي. نعم، دعنا نشك معنا. نعم. في هذه يعني في هذه النقطة السيد إبراهيم قاطبي المحلل السياسي الذي انضم لنا عبر الهاتف من نيويورك. أرحب بك سيد القاطبي، لعلك تابعت تصريحات أحد المقربين من دوائر صنع القرار بدولة الإمارات يتحدث على أنه لن تكون هناك يمن واحدة موحدة بعد اليوم، في أي سياق تضع هذه التغريدة؟ أهلا وسهلا بك ومشاهدينك الكرام. أنا في اعتقادي أن التغريدة المحسوبة على أحد المقربين من النظام الإماراتي هي الآن أصبح الأمر بالنسبة لهم لم يستطيعوا أن يغطوا عليه الآن، لأنه أصبح الموضوع بالنسبة للإماراتيين هو تقسيم اليمن ومحاولة السيطرة على الموانئ والجزر والمواقع الهامة في اليمن ومن خلال الميليشيات التي يمولونها. فالأمور باتت واضحة بالنسبة لليمنيين وللمتابع بالشأن اليمني وما يجري في المنطقة، يدرك تماما أن أهداف الإمارات هي أهداف خاصة بالإمارات، لا هي من أجل السعادة الشرعية ولا هي من أجل اليمنيين ولا حتى من أجل الأمن القومي العربي، بإنما هي أهداف خاصة بالإمارات أصبحت واضحة للعيان، وأصبح يرون يعني تحقيق هدفهم هي من خلال الميليشيات التي محسوبة على ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات التي كان من المفترض أن نسميها محررة. الأمور باتت واضحة، الشعب اليمني بات يدرك ما يريد الإمارات من اليمن، وأصبح كل الجرائم التي ترتكب والاغتيالات في المحافظات الجنوبية هي بأيادي إماراتية ومن خلال مرتزقة يتبعون للإمارات، وهذه الأمور أصبحت موثقة. يعني التعذيب لليمنيين في السجون الإماراتية السرية في كثير من مناطق الجنوب، الاغتيالات، التهميش ويعني محاربة القوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية أصبحت كلها أهداف إماراتية من أجل أن تخلق لها موطئ قدم في هذه المناطق المهمة من العالم، ومن أجل أن يكون لها يعني ميليشيات تتبعها بشكل خاص وهي تتحكم بها عن بعد. طيب ما هو الرد المفترض يعني حدوثه في حال كانت هناك جهة تطمح لديها طموح ولديها يبدو مجال؟ من يعني ما هو الرد المفترض وممن برأيك؟ المفترض هو من الشارع اليمني بالنسبة لما يسمى بالحكومة الشرعية. أنا في اعتقادي أنها أصبحت حكومة مرتزقة وناس لا يوجدون في الداخل وليست لهم كلمة، لا يعقل أنه يكون هناك حرب ودمار في اليمن ويكون هناك تقسيم وصناعة ميليشيات وإهانة المواطن اليمني داخليا وخارجيا ويتم السكوت عن ذلك من أجل أن نحن جزء من تحالف. أنا في اعتقادي أنه اليوم يجب أن يدركوا اليمنيون أنهم من يجب عليهم أن يقرروا مصيرهم بنفسهم. الشرعية هذه هي القشة التي يحاول التحالف العربي الإماراتي السعودي أن يغطي عورته بها. الشرعية لن أي شرعية لا تحافظ على الشعب اليمني وعلى أرضه، لا تنهي الانقلاب، لا تنهي حتى الانقلاب الذي يجري في الجنوب، التي يعني أصبحت السيادة اليمنية يعني
منحطة إلى درجة لم يكن هنا لن يعد هناك أي مجال للشرعية في الداخل. أنا أتحدى أي واحد يقول لي أن الحكومة الشرعية باستطاعتها القيام بأي تحركات داخلية سياسية وعسكرية أو غير ذلك أو حتى شعبية. هي محاصرة في الجنوب ومحاصرة في الشمال ومحاصرة حتى خارج البلد. لا يستطيع المسؤول اليمني أن يغرد خارج البلد، لا يستطيع المسؤول اليمني أن يخاطب حتى يعني وزراء في حكومة الإمارات أو في السعودية، لا يستطيعون التنقل في أي مكان دون مراجعة النظام السعودي والإماراتي. فلذلك هم لم يعدوا يمثلوا الشعب اليمني، فلذلك اليمنيين هم من يجب أن يقرروا مصيرهم. أما بالنسبة للانفصال وهذه الميليشيات، أنا في اعتقادي أنها ستكون مسألة زمن. فنعود إلى الماضي قليلا، يعني قوات علي عبد الله صالح من القوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري والجيش الجرار لم ينفعه في لحظة ما، وإنما أنهار واختفى اختفاء كاملا. أيضا حتى في عهد الدولة الجنوبية كان هناك قوة تدعمها روسيا، وكان هناك قوة عسكرية وألوية عسكرية كبيرة، وانتهت أيضا بحرب 94. والميليشيات اليوم ستنتهي بنفس الطريقة التي ستنتهي بها أو انتهت بها كل تلك الجيوش والميليشيات. إذا نحن أمام مسألة تاريخية بالنسبة للشعب اليمني. الوحدة كما هي وكما يعرف اليمنيين لم تعد وحدة، والانفصال لن نستعيد العودة إلى الانفصال. على اليمنيين أن شمالا وجنوبا أن يطمحوا بشيء اسمه اليمن الكبير ونظام لكل اليمنيين، وأن نحارب وأن ندافع على هذا النظام ومن أجله من أجل أجيال قادمة. أما التشرذم وغيره، إما إمامة في الشمال أو تشرذم في الجنوب، فأنا في اعتقادي نحن فقط نوضع حجر أساس لمزيد من المواجهات والحروب المستقبلية، حتى ولو أقيمت دولتين في اليمن اليوم وحتى بعد 10 سنوات. فنحن أمام إما أن نكون دولة محترمة مستقبلا، وهذا يعني أن نبني نظاما فدراليا لكل اليمنيين شمالا وجنوبا، وأن تكون أسس هذه الدولة هي العدالة والنظام والقانون، أو أن نصبح دويلات متشذرمة شمالا وجنوبا. فأنا في اعتقادي حتى الانفصال لن يعد انفصالا كما يحاول البعض يعني أن يقول أنه استعاده الدولة، لأن هناك في شبوة وفي المهرة وفي حضرموت لن يقبل أن يكون جزءا من الضالع ومن عدن، أو من يحكمون الضالع والعدن اليوم. وكذلك في كثير من المناطق اليمنية، نحن اليمنيون يجب علينا أن نصحى، أن لا نكون وأن نضع يعني مصالحنا أمام عيوننا، لا نمتهن لا للخارج ولا للإقليم. يجب أنا في اعتقادي أنه مستقبلا لعشر سنوات قادمة أن نقطع العلاقات مع السعودية والإمارات، لأن هذه الدول هي من دمرت اليمن منذ عقود، منذ ثورة 26 سبتمبر، وهذه الدول الخليجية تحارب اليمن أرضا وإنسانا ومستقبلا وثروة واقتصاد. فلذلك يجب أن نقطع علاقتنا تماما ونتحول إلى العالم الحر، ونفتح علاقات مع العالم الحر من أجل أن نستعيد قوة اقتصادية ووحدة قوية داخل اليمن، وأن نحافظ على ثروتنا، وأن نبني لدى اليمن الكم الهائل من الثروات والموقع الاستراتيجي الهام والكم الهائل من الكتلة البشرية داخليا وخارجيا. واستطيع اليمن بناء دولة في خلال 10 سنوات، دولة قوية لو تمكنوا من استعادة الشرعية والدولة، ولو قرروا أن يخوضوا يعني خيار استعادة دولتهم بأنفسهم. أما أن نظل يعني مرتهنين للخارج وللمملكة العربية السعودية والإمارات والإيران، فنحن سنصبح في دوامة نقتل بعضنا البعض لعقود من الزمن القادمة، وسنكتشف في نهاية المطاف أن احنا كنا لعبة بيد إقليم وبيد دول لا تفكر بخيرا لليمن. نحن اليمنيين من يجب أن نفكر بمستقبلنا ومستقبل أطفالنا، ويجب أن نحرر أراضينا من الميليشيات الداخلية. شكرا. ومن الاحتلال الخارجي. شكرا لك سيد إبراهيم القاطبي، المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. بعودة إليك سيد العزعزي، أشار سيد القاطبي إلى المملكة العربية السعودية، وهنا أسألك ما هو موقف المملكة أو كيف تقيم موقف المملكة من كل ما يجري على الأراضي اليمنية؟
أعتقد أننا أمام تحالف له أطراف. المملكة أرسلت قوى عسكرية قبل أيام، تسلمت أيضا قيادة الجيش في الساحل الغربي، وهي متسلمة لقيادة الجيش في الساحل الشمالي الغربي، وأيضا القوات التي تتوزع في الجوف مارب في الجوف تحديدا وصعدة وأطراف محافظة حقة. هذه المناطق تعمل المناطق العسكرية بإشراف سعودي مباشر، وصل لواء عسكريا كما تداول في وسائل الإعلام إلى عدن لاستلام مقرات القيادة بعد أن أعلن الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة الانسحاب وإعادة الانتشار وتنظيم أولوياتهم نظرا لوضع الخليج أو الوضع في مضيق هرمز ووضع الإمارة نفسها وإعادة ترتيب وضعها، وهذا من حقها. هذا أولا. وضع المملكة أو المملكة واضحة، ودائما ما كان تذكر أن السلطة اليمنية، قيادة البرلمان، المستشارون، قيادة الأحزاب، الحكومة، بعض أجزاء من الحكومة والرئيس ونائبه وغرفة العملية المشتركة متواجدون في المملكة العربية السعودية. المملكة أيضا لها التزامات محددة، هناك وثيقة قائمة وهناك طلبا حددا ووثيقة ما بين الرئاسة اليمنية والمملكة العربية السعودية بموجبها تضبط العلاقة. إن كان الإخوة مثلا فرضا كانوا الإماراتيين تجاوزوا في قسم من هذه الأعمال، لكن عمليا ما يهمنا هو إلى أين وليس ما مضى. هنالك تجاوزات كانت قائمة على الأرض، إذا قيمناها من روح المراقب المحايد تماما هذه التجاوزات بالضرورة أن تحدث. نحن نتكلم عن حرب وراها حرب قائمة داخل البلد، نحن نتكلم عن ماتش كرة قدم أو مباراة كرة قدم تجري، هذه حرب، هذه ضحايا، هذا استهداف. نحن نتكلم عن صواريخ، عن قذائف، عن صراع على الأرض، عن صراع على كافة المستويات. نحن نتكلم عن أهم منطقة عربية أو من المناطق المهمة جدا عربيا في مسألة صراع القوى الإقليمية والقوى الدولية اللي هيمن عليه إن كان الإمارات وأحدهم إيران، أيضا حتى الباكستان، حتى الصومال، حتى عمان لا تستثني أحدا. هذه منطقة مغرية جدا، حتى أثيوبيا، حتى البقية، الجميع لديهم تطلعات للسيطرة على هذه المنطقة التجارية الهامة، هذه المنطقة مدخل لشرق أفريقيا، مدخل الجزيرة العربية، أكثر الطرق، أكثر المواقع الجغرافية التصاقا بخط التجارة الدولي وأقرب الدول إليه. هذه الأعمال كلها تفتح الشهية، خصوصا إذا وجدت سلطة ضعيفة، لكن أعتقد أن الشعب اليمني ليس ضعيفا. الردود التي طيب جرت على هذه التغريدة في هذه النقطة سيد العزعزي، كيف يعني إزاء هذه التصريحات كان هناك غضب شعبي عارم، هل تعتقد أو إلى أي مدى ترى أن الموقف الشعبي سيكون له دور مؤثر فيما يتعلق بمعادلة السيادة الشراكة إن صح التعبير؟ هذه المسألة يقررها الشعب اليمني، والشعب اليمني قد قرر مصيره في أكثر من مرة برغم الضغوط العربية. قرر مصيره بعد ثورة 26 من سبتمبر، منذ ثورة 26 من سبتمبر قرر مصيره أيضا بثورة 14 من أكتوبر بأحداث مختلفة كانت الكفة لقوى معينة طاولة الأحداث لتكون الطاولة الشعبية منقلبة على الجميع. هنالك من لا يراعي المزاج الشعبي واحترام الشارع اليمني، فلا أعتقد أنه قادرا على أن ينفذ ما برأسه. لا تستطيع اليوم لا الطائرات ولا الأساطيل ولا الأموال أن تجبر شعبا بأكمله على أن يتقبل قرارات تملى عليه. هذه مسائل فيها استحالة لم تستطع إسرائيل، وهي تمتلك تراسنة مخيفة ورأس مالا مخيف، أن تفرض إرادتها منذ 82 على لبنان ولا على غيره. هنالك أنظمة صغيرة ومجاميع شعبية صغيرة قاومت بكل شراسة الإيرلنديين داخل بريطانيا، وهي مجموعة أيضا الباسك في أسبانيا. هنالك مجاميع، نحن نتكلم عن شعوب عندما تقرر هي تصبح هي صاحبة القرار. اليوم نحن نخلق من عبارة قالها أحدهم ربما على قارعة الطريق بشكل أو بآخر، نخلق منه ليلة وكأنه هو من يصنع أقدارنا. هذه أقدارنا نحن نصنعها كشعب
وكمجتمع، وبالتالي ما يصنعه هذا الشعب ويمليه قد يستكين هذا الشعب، والجميع يدرك ذلك بشكل جاد. أعتقد أن هنالك تصريحات كان قد تناولها الدكتور الرميحي نقلا عن القصيبي، غازي القصيبي رحمه الله، في كتابه، ونقلا عن الملك عبد العزيز آل سعود. هذا المجتمع يتقبل إلى حد ما القادمين من خارجه، لكنه لا ينتظر طويلا. هذا مجتمع ربما يتخاصم اثنان على شجرة سدر أو شجرة أكاسيا، يتخاصمان أكثر من 50 سنة في المحاكم، لكن أن يتم إملاء أين يكونون وإلى أين، هذا ربما ما عجزت عنه بريطانيا عندما شكلت المحميات الغربية والمحميات الشرقية، وهي يومها إمبراطورية البحار بشكل جاد. أيضا الإمبراطورية العثمانية كانت لها تاريخا داخل هذا البلد، ولا زالت أغاني الأتراك العثمانيين الذين لم يعودوا يرحمهم الله من هذا البلد تدوي داخل الذاكرة الذاكرة التركية إلى اليوم. هناك مسائل لا نستطيع أن نجزم فيها أو أن يحددها شخصا أو شخصان، أو أن يتحول إلى أخصائي أو جراح من أجل أن يحدد حالة مرضية، هذه حالة اجتماعية قد ينكفى اليمنيون، لكن ليس إلى النهاية، إلى حد معين. هذه من ضمن ما يعتبرها الجميع خطوطا حمراء أو جزءا من ثوابته الوطنية، أعتقد من أجل أن نصل إليها قد يكون هناك مشوارا طويل، قد ربما في أسوأ الاحتمالات هي ليست قدر، هو حدث سياسي، لكن قد نصل إلى حالة من الاستفتاء أو التفاهمات إن كانت هنالك ضرورة لأن يكون هناك أكثر من يمن داخل هذه الرقعة الجغرافية المتناهية في الصغر، من كمساحة ليست كبيرة إلى درجة أنها معضلة، وبلدا ليس فيه تمايز. حتى أولئك الذين يدعون أننا جنوب من؟ هناك في السودان جنوب، لكنه جنوب السودان، وكذلك هنا في هذا البلد هناك جنوب، هو جنوب الجمهوري، جنوب اليمن، كاتجاه جغرافي لا أقوله أنا ولكن تقوله ربما. لكن في نهاية المطاف هذا الأمر يأتي في الجغرافيا في سياقه الدستوري وسياقه القانوني بطبيعة الحال. أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف أو عبر الأقمار الصناعية من تعز. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.